ايه الاخبار؟ طمني بسرعه، اتصلت ولا لا؟ مفيش حد رد. يظهر كده ان مراتي راحت عند امها. معاش نمره امها؟ لا مش معايا. ازاي بس؟ امال هتعرف ازاي دلوقتي؟ ممكن تسيبوني بس مع الحاج شويه؟ جرايه يا فتحي يا ابني، انت ليه مش طايقنا نقعد مع ابوك؟ عايز اتكلم معاه في الشغل، في الشغل. طب ما تتكلم يا ابني، هو احنا كنا اغراب؟ ها؟ كنا اغراب؟ معلش يا قابلتي، يمكن سره ومش عايزيننا نعرفه. قومي يا ميسه، قومي يا مرضى، بالاذن. يلا قومي يا فوزية. بقول لك ايه؟ ما تتكلمش مع بابا كتير عشان ما تتعبوش. حاضر، خمس دقايق، خمس دقايق بس، خمس دقايق، اتفضل. يلا، يلا خمس دقايق. ايه الاخبار؟ خير يا حاج. طيب انت شفت بدني؟ ما قالش حاجه؟ قال انه كان شاف اللي ضربكوا ده من كام يوم وهو داخل بيت سمير مطوع، وكان معاه الواد حفظي. طيب البوليس بلغوا الكلام ده؟ لا. طب اسمعني بقى، انت معاك نمره مسيوفر ده؟ ايوه. طيب انا عايزك تتصل بيه واعرف لي منه اذا كان سمير وحفظي عنده ولا لا. سمير وحفظي؟ هما مالهم ومال ميسيو فيردا؟ هما هيروحوا له ليه؟ ما هو بياخدوا بضاعتهم مننا هنا. ايوه، بس انا في حاجه في دماغي كده، عايز اتاكد اذا كانت صح ولا لا. ايوه يا حاج، بس الواد حفظي ده بقى وما تنايتنيش، انا تعبان. كلم الشوفير ده واعرف لي اذا كان سمير وحفظي عنده ولا لا. اللي عايز يدخل يتفضل، واوعى حد يجيب سيره للحاج ان مدني مات. وانت رايح فين؟ ايه اللي رايح فين؟ رايح اشوف شغلي. وهترجع امتى؟ يا ستي هرجع وقت ما ارجع. انت مالك انت؟ مش هتيجي تاخدني؟ ربنا موجود. سامعي طنط؟ معلش يا حبيبتي، يا بنت بيهزر معاكي بينخشك، ما تاخديش كل حاجه على قلبك كده. اعذريه يا ميسه، يمكن زعلانه عشان بابا. اه زعلانه عشان بابا. تعالي يا حبيبتي تعالي، روقي، خدي حاجه تشربي. وبعدين هنفضل قاعدين هنا كتير؟ خلاص هنعمل ايه؟ ننزل مصر واللي يحصل يحصل بقى. ننزل مصر ايه يا ابني؟ وبعدين مش لما نتاكد الاول ان الدكرور يخلص؟ ما هو مفيش حد هنا نتصل بيه. بقول لك ايه، احنا هنقعد لنا يومين هنا كده وبعد كده ننزل مصر، واحنا بقى وحظنا. انت مش بتقول مالي ايدك من اللي اسمه الدكروري بتاعك ده؟ معلش برضه يا سمره، يعني ما هو مفيش حاجه برضه مضمون. تعال تأمل، تعال. عارف انا بقول مين ورا الحكايه دي يا ابراهيم؟ برعي. برعي؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا فوزيه؟ ها يا فوزيه يا اختي، ما هو هيعرف ايه اللي بيدور في البطليه؟ بيقول ان ابراهيم وابنه فتحي هم اللي ورا حكايه برعي. ده كلام برضه يا فوزيه، اللي بيتكلم مجنون يا اختي، واللي بيستمع عاقل. الحاج ابراهيم العقاد اكبر من ان هو يعمل حاجه صغيره زي دي. يو، وبعدين بابا هيعمل حاجه زي كده ليه؟ هو وفتحي اخويا. فوزيه، عشان خاطري بلاش كلام في الموضوع ده، مش عايز اسمع كلام خالص. انا مش ناقصك. ماما عدي لي بابا عشان اشربه العصير. عيني يا حبيبي. تعالي لا مش عايز عصير ايه بس. طب وحياتي يا عم، عشان خاطري. طب خد بقه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي العصير حلو قوي من ايدينا، انما من ايدينا سم ناقع. هل على رأي اللي قال بعيد عن العين بعيد عن القلب؟ سم ده ايه يا فوزيه؟ ده احنا عسل. ها والله يا عسل. الو الو. حاضر فتحي. بابا عايز حضرتك. الو. ايوه فتحي، كلمته. ايوه يا حاج، كلمته وبيسلم عليك. لا ما راحوش هناك. هو هيعرف هما راحوا لمين بالظبط. لا 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 لا، انا ما جبتلوش اي سيره عن اللي حصل. حاضر يا حاج، انا عندي هنا بس كام طلبيه خشب هخلصهم واجيلك.
لا انا اللي هتصل بمسيو فيردا بكره زي دلوقتي.